أخبار إفريقيا من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط غدا السبت ضد استفحال الفساد والريع ونهب المال العام والمطالبة بوقف التضييق على المجتمع المدني المغربي ومحاولة منعه من ممارسة أدواره في تخليق الحياة العامة. وأصدرت الجمعية نداء جديدا دعت فيه كل القوى الديمقراطية ومختلف الإرادات السادقة المناهضة للفساد وكافة المواطنين للمشاركة المكثفة في هذه الوقفة من أجل قول لا لتكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد ومنع استغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة. حذرت الأمم المتحدة من أن الجوع والنزوح وتفشي الأمراض يخلف خسارة كارثية في الأرواح بالسودان في ظل النزاع المسلح الدائر منذ أبريل من العام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تقرير صادر عنه اليوم الجمعة أن الأطفال يشكلون نحو نصف الأشخاص الذين فروا من ديارهم ويفوق عددهم 10 ملايين منذ اندلاع الصراع في السودان العام الماضي. استهدفت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي قواعدا للاحتلال المغربي بقطاع الكلتا مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات حسب ما أفاد به البيان العسكري الصادر عن المديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. وتتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار. أسفرت عملية نفذتها جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في العاصمة المالية باماكو هذا الأسبوع عن مقتل أكثر من 70 شخصا وفقا لمصادر دبلوماسية. ويعد الهجوم الذي استهدف أكاديمية الشرطة والمطار من بين أعنف الهجمات التي شهدتها المدينة في الفترة الأخيرة.